شكون هذا؟ بديت تعرف شوي مين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن سوار الساحل بإذن الله تعالى، يعني ما بس ناطرين جيش، لا بحب نطمن أهلنا أول شيء، يعني بإذن الله ما مخليه يتقدم سنتي بإذن الله تعالى. بإذن الله كلاتنا على استعداد بإذن الله، ما بدنا منكم إلا بس الدعاء. وبإذن الله مثل ما حررنا بالبداية سوريا بالبنادق وبالمنبكشن وبالتوماتيك، بإذن الله بدنا نرجع سوريا وأحسن، وإننا ناخد قصة أكتر من هيك. وبإذن الله معنويات الشباب وهمتهم كبيرة، يعني معنا زلم عمره كبير بسن وعم تطلع معنا رباط وعلى الجهاد وكل شيء، ومعنويات الشباب إن شاء الله بإذن الله معنويات نار، إن شاء الله بدها تكون محرقة له بإدلب. يلا لو خلي يعضو نحكينا هذا اليوم في القوم المعلم وزاد الحمد لله.